انا قلت لكم بقى ان انا مبسوطة جدا بالاكتشاف اللي انا اكتشفته ليتر، اللي هو ترانزيو. الابليكيشن ده عليه حاجات تحفة تحفة. انا جبت الصوت دي وحبيت اوريها لكم على الطبيعة، تحفة بجد. يعني هي عايزة الصبح كده في جو الشتاء، وممكن يتحط معاها كوت لو الجو برد شوية، ولو عايزين نلبسها بالليل. بصوا البانس زي كارجو كده ليه جيبين، وهو وايد ليج، وعليها الفيست. ده الفيست قد ايه هو ترندي، تحفه. هسيب لكم لينك فيها السوت دي، وفيها حاجات تانية كتير قوي كلها عجبتني من ترانديول. عايزه اقول لكم السيل اب تو 70%، وكمان 60 و70، وساعات بيبقى 80، وكمان الديسكاونت كود بتاعي بيديكوا اكسترا ديسكاونت. يلا ادخلوا شوفوا الكولكشن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.